خليني اسال بقى حضرتك طيب. ازاي بقى بتدرب الناس وازاي بتدرب الناس قبل ما بييجوا يدخلوا اي مسابقه او الحاجات دي كلها؟ معسكر هو طبعا احنا بنتفاهم جدا ان كوره يلا ابتدي اعمل هي الاول طبعا في الاخر خالص بيبقى المعسكر، لكن بدايه بتبقى الاول بتتعمل مسابقه على مستوى الجمهوريه عشان نختار منها الناس. حلو. وبعد كده بنختار الناس وبعد كده بيمشوا في تدريب. ايه بقى التدريب بيبقى عباره عن ايه؟ عن الرولز. في البدايه المسابقه بتبقى ممكن اشتغل برولز اقل علشان التكلفه بتاعه الناس، لكن اول ما ببدا اعمل تدريب بشتغل بالرولز نفسه، الرولز بتاع المسابقه، علشان اشوف الناس دي شغاله ازاي، او الراجل اللي شغال هل عنده المقدره ان هو يشارك في المسابقه ولا لا. بنشتغل على الرولز الأول، بعد كده بنختار الناس مرة واثنين وثلاثة نديهم فرصة، بعد كده بنعمل معسكر للي احنا اخترناهم. ممكن أبقى واضح وصريح مع الناس اللي اخترتهم في البداية ان ممكن أشيل حد وأجيب حد، أنا ككوتش مسؤول عن الفريق احتياطي يعني كده الاحتياطي لسبب، لأن أنا ممكن أختاره بناء على الشغل، لكن الرولز بيبقى له تفاصيل معينة لازم أن أنا أنفذها علشان أنا أنافس عليها. بعد كده في الآخر بنختار الناس وخلاص، الناس دي خلاص هي اللي هتبقى الفريق، بنعمل معسكر تدريبي في مكان مثلا. بناء على إيه يعني؟ بناء على شكل الأكل، بناء على طعم الأكل؟ بالأول الرولز بيبقى عبارة عن الشكل، شكل، وبعد كده الحجم، وبعدين الوزن بعد البيكينج، والتست، وفي برزنتيشن، وبعدين في البوكس او وقت المسابقه اللايف بيبقى تحكيم عن الهيجين، الكوميونيكيشن، الثبات بتاع الناس اللي شغاله في البوكس، البيهيفير او السلوك كله، ده كله بيبقى تبع لجنه التحكيم.